وليس الحكم العسكري إلا وسيلة لغاية. هذه الغاية هي الديمقراطية الكاملة، ليست ديمقراطية الأحزاب. هناك ديمقراطية سياسية وأن تكون هناك ديمقراطية اجتماعية. أيها الإخوة المواطنون، 52 لحد النهاردة استبدلنا سلطة الاحتلال بسلطة احتلال أخرى، بس هنا المحتل بقى مصري، بقى فرعون. معركة اليمن معركتنا، ثورة اليمن ثورتنا. ممكن نستغفل الناس 10 سنين، يوم 23 يوليو سنة 52، وبعون الله وحده استطعنا أن ننتصر. الفلاح الاشتراكية بتديله حق. هذا اليوم انتهى بالخيانة في الليل. لقد قررت ان اتنحى تماما ونهائيا عن اي منصب رسمي. مفيش حاجة بقى اسمها ديمقراطية. الديمقراطية هي الديمقراطية. الإصلاح محتاج حزم، والثورة ما تنفعهاش الإجراءات المايعة.